لي الشرف أن أسلم عصارة ما تعبت عليه منذ 62 إلى يومنا هذا، واستخلصت أشياء موجودة في هذا الكتاب، وكانت الهدية الثانية التي سلمتها بعد الهداية بعد كتاب وزيرة البيئة. فأهدي هذا الكتاب إلى مسعد ولاية الجلفاء وشبابها وشيوخها، وأرجو أن يستخلصوا منه تاريخ الرجال الذين ينتمون إلى الولاية السادسة والتي أثبت وجودها فوق ترابها، وأصبحت هذه الولاية السادسة تمتد من شمال سر غزلان إلى مالي والنيجر وليبيا. فلتتفضل ربي يحفظك إن شاء الله، جزاك الله خير، ربي يفتح عليك إن شاء الله، وكذلك نشوفوا إن شاء الله بخير، نشوفوا ربي يعاون إن شاء الله. بارك الله إن شاء الله. شيخ بلال، نحن شيخ بلال كريمة نهدي لأبينا المجاهد الحاج السلاح نصر الحسن الحصين لكي يحفظه إن شاء الله ويطول في عمره ويمده بالصحة والعافية، ويسجل الدلال إن شاء الله، يحفظ البيت وأهل البيت ويجعله بيتا عاملا إن شاء الله، إن شاء رمضان كريم إن شاء الله. شكرا.